مصطفى طلع روح انا بيشكك يعني بيشكك يقول لي هي الساعه كام العصر ولا الفجر ولا الفجر وانا طيب الميلاد اللي مال فيها جليل او مال فيها كان لونها بيج ولا احمر يا عم مصطفى من الممثلين اللي طلعوا روحي في ضحك الباب بس كنت سعيد بعدين هو اكتشفت المؤلف وألف كتاب عن يعقوب صنور أو سكريبت كمان من أعظم ما قرأته. أنا عايز أدي كلمة طبعا عايز أحيي الفنانة هدى الفريسي الأستاذ المخرج العبقري أمل ياشين أستاذي وصديقي أستاذ عمر عبد العزيز ويعني كمان الأستاذ محمد سليمان أستاذ مجد صبحي كمان أستاذ عبد الحليم التونسي في أسماء كتير جدا أتمنى يعني ما أكونش نسيتها وعايز أدي الكلمة لعم فاروق خليك زينا اقعد يا عمرو الحقيقه انا عايز اقول ما هي فيه واقف قدام الاستاذ محمد فاضل في الاسلام انا في هذه بتاع صحيه لكن لما عرفت النهارده فيه قلت لازم اجي اشوف هذا الرجل العظيم وهو بيتكلم عن مين عشان النهارده اسمه تتكلم لا يا في نقطتين هتكلم فيهم بصراحه الكلمه الاولى ان سيد محمد فضل الخليج جامعه الاسكندريه وانا خريج هندسه القاهره الجيل بتاعنا كان جيل الجامعيين من اواخر الخمسينيات حتى السبعينات كان معظمهم جامعيين طلع منها اساتذه كبار عرفتهم الاستاذ محمد فاضل اللي قبل وحده بدقه شديده جدا ما بين الاسكندريه مش كنت وكان طبعا منصور لما هو كان من ضمن العمل الأساسية وخريج الجامعات مع محمود عبد العزيز و مع محمود عبد العزيز أستاذ فاضل وأستاذ محمود عبد العزيز فلما طبعا مصطفى المطرب له أعمال الصوت له كانت فهو قديم إنه ممثل أو يعني أنا فوجئت بقى واحد جميل وخبيث جدا جاب عمل دراسة على سيد دراسة لكن على سيد درويش وحقيقة أنا استفدت من حاجات كتير فراح بيت سيد درويش في وسط دكة اللي هو مهجور وراح القهوة أمير وقضي القهوة كان بيقعد عليها يعني وصل ممثل لسه بيجامل دور أول مرة لا وفريقه يسافر لحد اسكندرية ويدور على يشوف بيت سيد أهلي عشان يعيش معاه طبعا وجاب معلومات علمية عن سيد درويش أنا شخصيا استفدت منها يعني فبالتالي وصلت على